زيارة مكثفة لمسؤولين أمريكيين تشهدها المنطقة، تمثلت آخرها في وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميل إلى شرق الفرات في سوريا، ووزير الدفاع لويد أوستن إلى الأردن، ووجهتهما القادمة هي إسرائيل. الأول قال إنه يتفقد قواته هناك، والثاني يؤكد أنه يهدف لطمأنة الحلفاء. لكن وراء كلام هذا وذاك تكمن أسئلة وتكهنات كثيرة وسيناريوهات حول قرب شن ضربة على إيران. جدير بالتذكير أن هذا يتزامن مع صدور تقارير كثيرة تتحدث عن قرب إيران من تخصيب يورانيوم بنسبة 90% وإمكانية إنتاج قنبلة نووية، فضلا عن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لطهران، والتي انتهت على ما يبدو بالفشل. في توافد أمريكي مستمر إلى المنطقة، زيارة إقليمية استهلها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في لقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان أولى محطاته قبل التوجه إلى مصر وإسرائيل، زيارة الهدف المعلن منها تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع حلفاء واشنطن ومناقشة الملفين الإيراني والفلسطيني. جولة أوستن تلت زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى إسرائيل، ولقاءه نظرائه الأمنيين والعسكريين، استباقا لوصول وفد إسرائيلي أمني رفيع إلى واشنطن الأسبوع المقبل. تحركات أمريكية وإسرائيلية مكثفة بعد تقارير للبنتاغون أفادت باقتراب طهران من صنع قنبلة نووية، وتحركات أخرى متعددة الأطراف لخفض التوتر في الأراضي الفلسطينية، وضمن تحضيرات لقمة شرم الشيخ المنبثقة عن قمة العقبة. تطورات تأتي في وقت لا تبدو العلاقة بين واشنطن وإسرائيل بأفضل حالاتها بعد شرعنة الحكومة الإسرائيلية بؤرا استيطانية عشوائية وإعلانها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب دعوة وزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريتش إلى محو قرية حوار الفلسطينية من الوجود، تصريحات قوبلت بلهجة أمريكية حادة وغير مسبوقة، فضلا عن استياء أمريكي من خطة نتنياهو لتقويض صلاحيات جهاز القضاء في إسرائيل. وبينما يربط البعض بين الملفين الفلسطيني والإيراني في إشارة إلى مطالبات واشنطن لإسرائيل بتنازلات في الملف الفلسطيني لقاء تعزيز الدعم في وجه تهديد طهران، يرى البعض أن محور الزيارات الأمريكية للمنطقة تحضير ضربة عسكرية ضد طهران وترسيخ مكانة واشنطن في محيط جيوسياسي متغير. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في استوديو دكتور حسن مرش خبير شؤون الشرق الأوسط، وسيد أوليفيا روفيتش ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، ومن عمان السيد عمر ردات خبير الشؤون الاستراتيجية، بالإضافة إلى سيدة داليا العقيدي كبيرة الباحثين في مركز الدراسات الأمنية بواشنطن. أبدأ معك سيدة داليا، ترين هذه الزيارات المكثفة للمنطقة من سوريا والأردن مرورا بإسرائيل ومصر، ما الغايات منها، خاصة بأن الكلام الذي قيل حول حماية تأمين القوات الأمريكية هناك وطمأنة الحلفاء لم يقنع الكثيرين؟ يعني بالتأكيد ما تقوله الإدارة الأمريكية فعلا أنه هناك هذه الزيارات لتقوية العلاقات، لكن أيضا الملف الإيراني أصبح أولوية تامة خاصة بعد هذه التقارير المقلقة جدا. لم تبقى لدى الولايات المتحدة ولم يبقى لدى المجتمع الدولي أي خيارات غير الخيار العسكري، علما بأنه البيت الأبيض وسياسة الرئيس جو بايدن تدعو بشكل متواصل إلى التوصل إلى حل دبلوماسي، لكننا كلنا شهدنا كيف فشلت هذه المفاوضات، خاصة وأن الطرف الإيراني أصر على أن يضع شروطا داخل الاتفاقية من خلال المفاوضات الدولية ليس لها أي علاقة بالاتفاق النووي. يعني باختصار، هل جاءوا لبحث شن ضربة على إيران برأيك سيدة داليا؟ في ظل ما ذكرتي يعني ربما هذا هو الحل الوحيد المتبقي لهم. نعم، خاصة بعد ما حدث في أفغانستان، فاليوم إدارة جو بايدن قلقة جدا وتريد أن تكون مستعدة لأي حادث
قد يكون. لم يتبقى على إيران سوى 3.67 حسب ما تقول التقارير على التوصل إلى قنبلة نووية. يقال بقي نسبة ضئيلة حتى تصل للكمية المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية. سيد عمر، ما رأيك أوستن في الأردن ومالي كان في سوريا وكلاهما سيتوجهان إلى إسرائيل؟ نعم، أعتقد كما تفضلت ضيفتك من واشنطن هي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن الزيارة تشمل الأردن ومصر وأيضا إسرائيل. أعتقد بالجانب الأردني ليس للملف الإيراني ذاك الحضور الكبير على خلفية أنه يتم الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية لإيران أو احتمالات هذه الضربة، لسبب بسيط أن الطرف العربي المعني بذلك هو دول الخليج بالدرجة الأولى، ونحن نستذكر فيما لو وقعت هذه الحرب رغم أننا لا نتمناها أنه سيتم استخدام القواعد العسكرية كما في هناك. أنباء تقول العكس سيد عمر، بأن العكس هو ما حصل، أي أن إيران كانت في أولى سلم الأولويات، خاصة وأن هناك غرفة عمليات مشتركة في الأردن. أعتقد حتى لو كان ذلك، اليوم أول تصريح قبل ساعة من الآن صدر تصريح رسمي عن وكالة الأنباء الأردنية بعد لقاء جلالة الملك مع الوزير الأمريكي أوستن، يؤكد على الموضوع الفلسطيني، موضوع حل الدولتين وضرورة تخفيض التصعيد. وأعتقد أن هذا البعد أيضا مرتبط بمصر ومرتبط بنتائج العقبة، لكنه لا ينفي هذا أنه يرسل رسالة لإيران بخطورة الموقف، وأن احتمالات الضربة العسكرية هي أصبحت ضمن السيناريوهات المطروحة بشكل جدي أكثر من أي وقت على الطاولة. وأعتقد أنه حتى بعد زيارة غروسي اليوم والنتائج التي تحصلت وهذه اللغة الإيجابية الإيرانية إلى حد ما بين قوسين ربما تعكس إدراكا إيرانيا أيضا بخطورة المرحلة. نعم، تقصد بأنه أيضا كانت هناك رسالة ما أرسلت لإيران في كل الأحوال. طيب سيد أوليفيه، ما الذي سوف يبحث هنا في إسرائيل خلال زيارة هؤلاء المسؤولين الأمريكيين المرتقبة من بينهم أوستن؟ وهل فعلا بدنا نتحدث عن شن ضربة أقرب من أي وقت مضى؟ هناك تقارير تحدث عن الإعداد لخطة لأهداف منطقة في إيران، ما رأيك؟ ערב טוב. مساء الخير. لغختي زي بيكور شكدم بتقديري هذه الزيارة تأتي لتركز على التهدئة في الميدان في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عشية شهر رمضان. بالنسبة للولايات المتحدة هناك أهمية استراتيجية بأن دائرة العنف هنا لا تتحول إلى تصعيد إقليمي، لذلك من وجهة نظري هذا الملف الأساسي في هذه الزيارة. اسمح لي، يعني نتحدث عن وزير الدفاع لويد أوستن، رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي، وقبلهم جيك سوليفان، وقبلهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين. كل هؤلاء مهتمون لهذه الدرجة بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هذا الكلام لا يقنع الكثيرين. الملف الفلسطيني والعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكن أن يشتعل إلى المنطقة برمتها، وهذا ما يسعى لمنعه الأمريكيون. الملف الإيراني هام للغاية، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة هناك مصلحة استراتيجية بأن في الأردن ومصر وفي الأراضي الفلسطينية وفي القدس وفي إسرائيل أن يكون الوضع هادئ عشية أو استباقا لأمور كبرى أخرى، الهدف تهدئة الوضع في المنطقة. نعم. طيب سيد دكتور حسن، ما رأيك أنت بما قاله وبهذه الزيارات وما الذي يخطط له برأيك؟ أنا باعتقادي هناك افتراضية، يعني وهي افتراضية فقط لا أكثر، وبالنسبة لزيارة أوستن إلى المنطقة وزيارة مارك ميلي إلى القوات المتواجدة على الأراضي السورية، نستطيع أن نقول زيارة مارك ميلي أتت في سياق يعني التسارع
نسبة التسارع الآن التقارب من سوريا، هذا ما يقلق الأمريكي. هو لا يريد يعني هذه السرعة، هو يريد أن يحصد بعض الشيء أو بعض الإنتاجات أو بعض الاستنتاجات أو النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة إذا مش الأمريكي بشكل مباشر ولكن في مصلحة الحلفاء الأمريكيين. والحديث الذي كان يدور بين أردوغان واللقاء مع الرئيس الأسد، كل هذه الأمور يعني باتت للأمريكي يعني لم يتحرك في حينها ولكن الآن باتت تأخذ الأمور بشكل جدي. هو أتى لطمأنة الأكراد وقصد تحديدا، وأيضا لربما يعني رعاية ما يسمى في داعش في تلك المنطقة وتجهيزهم لربما لعمليات قد يراد منها زعزعة الأمور بعد الشيء. لأنه هناك أيضا يعني الحديث يدور ما بين اليمنيين والسعوديين بوساطة عمانية، هناك الملف الآن الإيراني وزيارة جروسي إلى إيران، وهذه الإيجابية التي صدرت عن هذا الملف. أعتقد أنه هذه الزيارة وهذا الافتراضية الثانية، هذه الزيارة لم يقوم بها رئيس الوكالة من فراغ وعلى رأيه الشخصي، إلا كانت مدعومة من الولايات المتحدة ومن فرنسا، لأنه نحن نعرف السياسة. لكن قبل ذلك هدف زيارة مالي تقصد بأن الهدف كان سوري بحت. سوري بحت نعم. ولكن الأمر الجروسي إلى إيران هو أتى يعني بموافقة أمريكية ودعم أمريكي فرنسي لهذا الموضوع، لأنه نحن يعني نرى أنه هناك في تسارع في التخصيب اليورانيوم، لا يراد أن إيران تصل إلى قنبلة نووية. ونحن نعرف من تجربتنا مع الجانب الأمريكي والأوروبي بأنه دائما يعني يرسلون الذرائع ويبنون عليها، هكذا فعلوا في الربيع العربي، هكذا فعلوا في الملف الأوكراني، وهذا ما فعلوه في سوريا وغيرها. فلذلك إرساله إلى هناك أنا باعتقادي هي نوع من العودة إلى الاتفاق النووي. وهناك معلومة وردت قبل ساعة تقريبا من فوكس نيوز بأنه في اتفاق سر ما بين إيران بين طهران وموسكو بإعادة ما تم تخصيبه قبل عام 2015 يعني بموجب اتفاق سلمت إلى روسيا. طيب. إنه روسيا تريد أن تعيد هذا ما خصب بتلك الحقبة إلى طهران. طيب. وهذا مؤشر ضاغط جدا بالنسبة لهذا الموضوع. لكن هناك التقارير تتحدث عن إعادة تموضع القوات الأمريكية شرق الفرات ونقل نفط لهم هناك، ما يثير الكثير من الأسئلة والتكوينات حول حقيقة ما جرى. سأعود إلى هذه النقطة سيدة داليا، ما صحة التقارير التي تقول أن إيران سوف بالفعل اقتربت من هذه النسبة المطلوبة وبدأت بإنتاج أو لديها الإمكانية للبدء بإنتاج قنبلة نووية، علما بأن رئيس CIA الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز بنفسه نفى ذلك؟ يعني ما يقوله الجانب الإيراني بأنهم وصلوا إلى 60%. أنت قلت في تقريرك أنه زيارة جروسي كانت زيارة فاشلة. نعم، هناك كان تأييد أمريكي لهذه الزيارة وتأييد ليس فقط فرنسي وإنما بريطاني وأيضا كل الدول الأوروبية لسبب بسيط. التقارير التي تأتي من عدة جهات أوروبية وأنا أتحدث عن أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط وأجهزة المخابرات تثبت أن صحة كلام ما توصل إليه أو النسبة التي توصلت إليه إيران. لماذا يريد المجتمع الدولي، وأنا أقول المجتمع الدولي الغربي، لهذه الزيارة؟ اليوم هناك يعني هناك أيضا خطة بأن ما سيقدمه التقرير الذي لتقرير روسي هو جدا مهم، لأن هناك رغبة أن ينتقل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعمل على مشروع قرار لوضع إيران تحت البند السابع، مما يجعلها دولة معتدية تعود كل السانكشنز وكل العقوبات شكرا كما كانت في عام 2015، وعندها تعتبر إذا ما وضعت إيران تحت البند السابع أو الفصل السابع ستعتبر دولة تهدد الأمن العالمي، وبالتالي يعني تعطي شرعية لأي ضربة عسكرية محتملة. هذه نقطة قبل أن نتحدث، يعني لماذا نسمع عن أنباء شن ضربة في الوقت الذي نفى فيه CIA بنفسه أن يكون هناك نية إيرانية لتسليح البرنامج النووي؟ نحن لا
نعرف ذلك. يعني أنت لا تنسى هناك التصريحات التي تقال، وهناك أشياء كثيرة لا تقال، كلها يعتمد على تصرف الجانب الإيراني. إيران تحفر بيدها قبرها، وإيران والنظام الإيراني نظام لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن الثقة بكلامه، خاصة بعد التدخل الواضح الإيراني في الحرب في أوكرانيا. فيعني إيران عم تفتح جبهات كثيرة هي في غنى عنها في الوقت الحاضر. طيب سيد عمر، هل هي مصادفة أن كل هذا الكلام عن قرب شنضربة وهذه الزيارات الأمريكية المكوكية والمكثفة، هل هي مصادفة أنها متزامن مع هذه التقارير التي نتحدث عنها والتي كثرت في الأونة الأخيرة، التي تتحدث عن الإكثار في تخصيب اليورانيوم والقرب من إمكانية إنتاج قنبلة؟ نعم، أعتقد هناك ارتباط واضح جدا بين هذه الزيارات، وكما قلت قبل قليل بوضع الخيار العسكري اليوم، الخيار العسكري أقصد بمواجهة إيران، ويبدو أن زيارة وكالة الطاقة الذرية وهو ما أدركته إيران وما يفسر هذه اللغة الدافئة أو المختلفة الإيرانية، يبدو أدركت أنها الفرصة الأخيرة. ويبدو الدليل على ذلك ما يصدر من تصريحات ما بعد هذه الزيارة، تصريحات متناقضة بين الإيرانيين ومدير وكالة الطاقة. صحيح. الإيرانيين يصرحون بموضوعات خلاف، يناقضون ما يصرح به غروسي بخصوص ما تم الاتفاق عليه. هنا يجب التذكير أيضا كما تفضلت ضيفتك بخصوص أن يجب أن نميز هذه الزيارة بين موضوعين وعنوانين، العنوان السياسي والعنوان التقني المرتبط بإنتاج القنبلة النووية. على الصعيد الجانب التقني، أنا لست خبير طاقة لا ولا مفاعلات نووية، لكن ما أريد أن أذكر به أن الآن نشر حول نسبة 84% من تخصيب وقريب من 90% وهو ما تحتاجه القنبلة، أنه لم يتم باعتراف إيراني بل تم كشفه من قبل الوكالة. ثم خلال الحوار والجدال مع طهران اعترفت بذلك وأنه مجرد خطأ تقني كان، وأنها لا تستهدف أكثر من 60%. صحيح. قابل الاتفاق الأصلي 2015 الذي تريد أن تعود إليه، هو حد كثيرا لا يتجاوز 4-5% من التقطيع. طيب. اليوم نحن أمام مشكلة حقيقية، وأعتقد بالخلاصة أن إيران، نذكر عندما تسلم الرئيس بايدن السلطة الديمقراطيين وأراد أن يتعاكس بسياساته مع إيران مع كل ما اتخذه الرئيس السابق ترامب. صحيح. طيب لكن خاب ظنه ولم يحدث ذلك. لا أريد أن أطيل على باقي ضيوفنا، الوقت يمر بسرعة. سيد أوليفييه، غروسي قال أن أي ضربات موجهة ضد إيران مخالفة للقانون، ما رأيك أنت علما أننا نتنياهو قال تصريحات غروسي لا قيمة لها؟ كلمة كله تصدق. بداية غروسي محق من ناحية الأمم المتحدة، لا توجد أي شريعة لمهاجمة دولة عضو في الأمم المتحدة، يمكنه القول أمر آخر. هو تواجد في إيران وحاول التوصل إلى تفاهمات، لا يمكن أن يتواجد في إيران ويطالبها بالتقدم في تفتيش منشآتها، وبموازاة ذلك يبرر هجوم على إيران. الرد الإسرائيلي كان من المفترض أن لا يكون، لأنه من المفضل هنا الحفاظ على ضبابية، خاصة أن الأمور غامضة، وخاصة أن القضية حساسة جدا ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب ولكن للإمارات والسعودية وللشرق الأوسط برمته. أنا أعود وأكرر، لا يجب أن ننتظر زيارة وزير الدفاع الأمريكي أو قائد الأركان الأمريكي للحديث عن التهديد الإيراني وضرورة القيام بخطوة عسكرية. هناك قنوات كافية لا يجب الكشف عنها. علينا أن نذكر أن إيران هي دولة قادرة على الرد العسكري، لديها صواريخ وطيارات وطائرات، ولديها تقترب من السلاح النووي ومسيرات. لا أحد يجهر بسعي لمهاجماتها. هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين دول المنطقة وزيارة القوات الأمريكية في المنطقة،
التنسيق لا يجب أن نستهتر بأهمية تهدئة الميدان الفلسطيني. هذا أمر يزعج الأمريكيين كثيرا. سيد الوفي، أريد أن أبقى معك لأخذ منك تعقيبا على هذه المسألة التي سوف نناقشها أكثر بتعمق في القسم الثاني، لكن لا نستطيع أن نفصلها الآن. أتتسمع ما يجري في الداخل الإسرائيلي ورفض طياري الاحتياط الإسرائيلي الخدمة؟ هذا الأمر كيف يمكن أن يؤثر على الأمن والأمن القومي الإسرائيلي في الوقت الذي نتحدث فيه عن احتمال شن ضربة على إيران أو أعداء إسرائيل في المنطقة؟ دون أن أدخل، يش بإسرائيل اليوم، هناك بإسرائيل وهذا ديون معروف، نقاش صاخب بين معسكرين، هناك جنود وضباط وطائرون كتبوا مختاب وقعوا عرائد. זה בינתיים נשאר ברמה הצהרתית. في هذه المرحلة الطيارون قالوا أنهم سيمتنعوا عن المشاركة في التدريبات ولكنهم سيشاركون في العمليات. لذلك أنا أريد أن أقول بشكل واضح أن هذا الجدل الداخلي في هذه المرحلة لا يؤثر ولن يؤثر على القدرة العملياتية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مهامه، سواء مهام ألقت عليه غدا في مناطق معينة من العالم. معنا الجيش ورئيس الأركان عبر عن قلقه العميق مما يحدث. دكتور حسن، أريد أن أعود لك، وإذا ما أريد عن قلقه قائد الأركان، وهذا مقلق بالفعل، لكنه لا يقلق إلى حد يؤثر على القدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي. دكتور حسن، ما إذا أردنا أن نربط الأمور كلها ببعضها البعض، الزيارات من اللقاءات، يعني ربما تابعت في الآونة الأخيرة كيف قويت العلاقة بين إسرائيل وأذربيجان، والحديث عن قطار جوي لنقل السلاح، ونعرف أذربيجان قريبة من إيران. ما الذي يرسم برأيك هنا؟ التواجد الإسرائيلي ليس جديد بأذربيجان، هناك مصانع لشركة رفائيل موجودة في أذربيجان، مصانع عسكرية منذ أعوام. وليس لماذا الأمر ازداد وسلط الضوء عليه الآن؟ لأنه هي قريبة من الحدود الإيرانية، وما سمح لإسرائيل أن يعني من قبل أذربيجان أن تقوم في هذه العلاقات والعلاقات العسكرية. هل هناك شيء يطلق أم لا بالعربي؟ نعم طبعا، هذا لا شك أنه إسرائيل كلما تكون على الحدود الإيرانية وتستطيع أن تعمل من ضمن هذه الأراضي، هذا يسهل على عملها. ما ربما في دول أخرى لديها تطبيع مع إسرائيل لم تستطيع في إقامة مثل هذه المشاريع لكي لا تشكل خطرا، أو لم تسمح لها هذه الدول أن تعرض نفسها إلى خطر مع إيران. لذلك قامت إسرائيل في هذه التعزيزات. ولكن بما تفضلوا به هنا يعني الأصدقاء، أنه الولايات المتحدة لن توجه ضربة عسكرية إلى إيران، ولم تسمح بضربة عسكرية إلى إيران لسبب واحد فقط، إنه السبب الرئيسي في هذا الموضوع، الولايات المتحدة تريد تهدئة في هذه المنطقة وتريد تسوية في هذه المنطقة، وتحديدا تهدئة لأنه هناك الملف الأكبر ما يقلق الراحة الأمريكية الآن، وخاصة في الاعتراضات التي تتوجه من المجلس الشيوخ إلى قيادة بايدن، ونسمع نحن يوميا الاحتجاجات الأوروبية بتزويد أوكرانيا في المزيد من الأسلحة، والعزم الأمريكي على الاستمرار هذه المعركة مفتوحة مع روسيا. هذه من أولويات الجانب الأمريكي، ولا يستطيع فتح معارك أو جبهات أخرى في المنطقة، تحديدا ليس الجيش الأمريكي، ولا يوجد بديل يعني يستطيع أن يقوم بدل الجيش الأمريكي. أمريكا اليوم كلها تركز كل قواها إلى الجانب الأوكراني رغم كل الاحتجاجات والاعتراضات، ونحن نشاهد هذه المظاهرات أيضا في الولايات المتحدة، أعضاء كونغرس التي يعني تعارض هذه التمويل، هناك أيضا في أوروبا اليوم كانت في فيينا وكانت في العديد من المناطق البريطانية وفرنسية احتجاجات على استمرار تزويد أوكرانيا. صحيح. ولذلك هذا باعتقاد الملف الرئيسي الذي يقلق الولايات المتحدة الآن. ونتيجة يعني انتصار أمريكا أو حصول على نتائج ربما يساعدها في الملف الصيني. جملة صغيرة لكي أعود لباقي ديوك. جملة أتوافق مع الدكتور حسن بالنسبة لأولوية الجانب الأمريكي في أوكرانيا، ولكن بما أن إيران قررت أن تتحالف مع روسيا ضد أوكرانيا، فإيران أصبحت اليوم جزء من محور اهتمامات وأولويات الجانب الأمريكي. لو وقفت إيران على الحياد بالفعل لم تكن في أولويات أمريكا، ولكن
لكنها اليوم جزء من المعادلة الأوكرانية والملف أنوي مرتبط. بالسياسة احتمال الوصول إلى إيران باتفاق نووي هو استطاع أن يزيحها من هذا العلاقة مع روسيا والدعم إلى روسيا احتمال. سيد داري إذا سمعت الضيفين هنا يقولان أن قرب إيران من روسيا يجعل إيران وزيارة المنطقة أولوية بنفس قدر أولوية أوكرانيا. ماذا تعتقدين أنت بالوقت الذي يعني أريد أسمع فيه تعقيبك على كلام جروسي الذي أكد أنه يرفض ضربة ضد إيران؟ بالتأكيد يعني نعم أن الولايات المتحدة مشغولة جدا في أوكرانيا، أما من قبل المظاهرات يعني هل هي الديمقراطية؟ هناك مظاهرات ضد التمويل لأنه الحرب استمرت أكثر مما كان متوقعا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا لم أقل أنه الرئيس بايدن أو الولايات المتحدة تريد أن تشن ضربة ضد إيران، لكن طريقة التعامل مع النظام الإيراني يجب أن تكون طريقة قوية. إيران لا تفهم إلا معنى القوة، وعلى إيران أن تفهم في حال أنها لم تنفصل إلى القرارات الدولية وستستمر في مغامراتها التي ستودي بهذا البلد بالبلد هذا البلد اللي يعني وأقصد إيران إلى الهاوية، لأن المجتمع الدولي أو أن المجتمع الغربي مستعد لأن يقف إيران بطريق القوة. هذا لا يعني أنها ستقوم بهذه الضربة، لكن التحضيرات جاهزة ويعني تقوم التحضيرات لتجهيز هكذا رد في حال ما وصلت إيران إلى طريق اللا عودة، فإن الخطة ستكون موجودة ويمكن تنفيذها. أما يعني عندما يقول انتهى الوقت للأسف، كان بودي أن أعطيك المزيد من الوقت لكن للأسف الوقت ضيق جدا مع أننا أطلناه لبعض الوقت. سيدة داليا العقيدي كبيرة الباحثين في مركز الدراسات الأمنية بواشنطن، السيد عمر رداد خبير شؤون الاستراتيجية من عمان، السيد أوليفير روفيتش ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي، ودكتور حسن ميرش خبير شؤون الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدينا، تفضلوا البقاء معنا لمتابعة القسم الثاني بعد الفاصل.